ناخد مشاركات حضراتكم وتفاعل حضراتكم معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا. وسؤال الحلقة كان توقعاتكم ايه لنتيجة مباراة بكرة ما بين الاهلي والمقصة، وكمان مين اللي يحرز الاهداف. نبتدي ببلال نبيل واللي قال 3 للاهلي، شريف أفشة معلول. نتمنى تبقى النتيجة طبعا كويسة جدا قبل مباراة كايزر تشيفز. خلينا كمان نروح لمصطفى عنتر واللي قال ايه، قال ان شاء الله الاهلي يكسب 3-0 الدوري يا اهلي ان شاء الله باذن الله. محمد عبد الرشيد قال 2-0 الاهلي، شريف واكرم، اكرم بيقدم مستويات اكثر من رائعه صراحه، يعني لاعب مهم جدا جدا. احمد جميل قال ان شاء الله الاهلي هيكسب 4، حسين الشحات ومحمد مجدي ومحمد شريف وعلي معلول. نتمنى باذن الله. حسين الشحات برضو الواحد مبسوط قوي بعودته للمستوى، لاعب مهم جدا جدا جدا. يوسف حسن قال ان شاء الله 3-0 للاهلي، شريف طاهر شريف، ده ايه ده عاملهم بالترتيب كمان، يعني شريف هو اللي يبتدي التهديف وبعد كده طاهر يجيب الجون الثاني ومحمد شريف يختم بالجول الثالث. نتمنى طاهر برضو من اللعيبه اللي ابتدى يرجع لمستواه بشكل مميز وبشكل تدريجي واضح، فنتمنى له ايضا كل التوفيق. بشكل عام ان شاء الله الفرقه تكون موفقه في مباراه الغد، مباراه غايه في الصعوبه امام فريق مصر المقصه في اطار السعي نحو الوصول لقمه بطوله الدوري الممتاز. لسه في بعض المباريات الاخرى في البطوله، لكن دي مجرد هتكون خطوه من ضمن الخطوات الهامه في بطوله الدوري المصري الممتاز.